الخير وأن يعيننا على فعله. آمين. جزاك الله خير. جزاك الله خير. أخوي أبو عبد الرحمن، هذه أختنا هيا الخالدي من فرح تقول تبرأت عني وعن أهل بيتي وحق أبوي وأمي وأختي وأخوي وعنكم جميعا، ادعوني مقدمة على الإسكان إن شاء الله يعطوني بيت، وتبرعت عن كل من ما اللي ما يقدر يتبرع من برا المملكة. وتقول نور المكان يا أبو محمد يا أبو عبد الرحمن يا أبو صالح، حي الله ادع لها يا أبو عبد الرحمن أن الله يرزقها وجميع المتبرعين وجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نذكر الله سبحانه وتعالى، نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وفي هذا اليوم التكبير والتحميد من الفضائل. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك، ونسأل الله أن يغفر لنا جميعا، آمين، وأن يغفر لوالدينا، آمين، وأن يسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة، آمين، وأن يرزقنا رزقا طيبا مباركا فيه، آمين، وأن يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين، آمين، ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا البر والتقوى والعمل الصالح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عنا، فنحن عبيده مساكين ضعفاء. وبهذا اليوم من الصدقات نتصدق عن أنفسنا وعن والدينا وعن أحبابنا وعن المسلمين جميعا، وتصدق بالقليل والكثير حتى لو بشق تمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا ولو بشق تمرة، نصف تمرة ولك أجرها، أجر عظيم، ونكون حسن المشاهدين والإخوان على التصدق. فالصدقة خير ما يقدمه الإنسان، وما مات ميت لا يتمنى أن يرجع ويتصدق عن نفسه. الله ما قال لا أصلي ولا أصوم ولا رب يرجعون لعلي أعمل صالحا. والصدقة ذكر الأموات يذكرون صدقة تصدقوا، والإنسان في ظل صدقة يوم القيامة. وأفضل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى هو الإنفاق في الصدقات، وخاصة إذا كان هذه الصدقة وين توجهها، وين وقف لأيتام. هذا الوقف لك مدى الحياة، مدى ما دامت هذه الدنيا موجودة وهذا الوقف موجود، خيره وأجره في ميزان حسناتك، يرفع درجك عند الله سبحانه وتعالى. ومن انتفع به يا شيخ. أي نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن التصدق وحسن الدعاء والتكبير والتهليل والتحميد، وأن نذكر الله سبحانه وتعالى في جميع أحوالنا، وأن يغفر لنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وأن يرزقهم رزقا طيبا مباركا فيه، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. أن نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في يومنا هذا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يرزقنا. ونقول اللهم أنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو سليمان عبد الله الأحمري، الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم عليها الشفاء وأن يحضر معنا كذلك هنا. وحنا نقول لك أبو سليمان وينك، مبطين مبطين ما شفناك. وكذلك بعد العيد إن شاء الله عزي أبو فراج سبيعي في وفاة والده، قل أحسن الله عزاك وغفر لوالدك والد الجميع. وهذه الحياة لا تبقى على صفو ولا تبقى على كدر، الحمد لله. أن ومن ينظر إلى الصدقات، ناظروا عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين، ما يزال أوقافه إلى اليوم، ولها نظار ولها وبالملايين ومليارات، فما بالك عاد هذا الوقف قد يكون مثل وقف عثمان بن عفان، ووقف في المدينة ووقف في مكة. بإذن الله سوف يستمر ما استمر هذا الدين وما استمرت هذه الحياة. أسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى
إتمام أو إكمال هذا الوقف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خير معين لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني أنا أولا ويعينكم أنتم ثانيا ويعين المسلمين على تمام هذا الوقف. فإحنا كل واحد يساعد الثاني، يعني قد يكون يظن البعض إلى أن الأمر صعب جدا، لا، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل في تعاون المسلمين والمؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد. كذلك احنا نكمل بعض، البناء ما يأتي ترى من بركة وحده ولا اثنين ولا ثلاثة، إنما تجي لبنات متماسكة تؤوي فقير وتؤوي يتيم وتؤوي أرملة وتؤوي. فهذا البناء، يعني أنت الآن لو قلنا لك والله مساهمة في بناء بيت امرأة محتاجة أو يتيم، بلكة واحدة الظاهر أنها تصل ريالين ولا، فلو ساهمت أنت في هذا البناء بهذا الوقف، الريالين هذه عن 200 والمضاعفة من غير المضاعفة، فتصور أنت لأنها تستمر معك هل الريالين كل سنة تطلع لك، في 10 سنين 20، في 100 سنة 200، وأنت مخدوم. وهذه الجمعيات أو هذه المؤسسات الخيرية عقودها الظاهر أنها 99 سنة أو 100 سنة ثم تجدد، يجي مرة ثانية هو، وقد تكون مستمرة وأنت تحت الثرى. صحيح. وهذه الريالين اللي حطيتها أو 100 أو 1000 أو 2000 إلى أنها مستمرة لك وأنت في حاجتها. صحيح. صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا أجمعين. الله أروى أبو بكر من ليبيا تقول ادعونا الله يفك أسر والدي وأن يجمعني بوالدي، وتدعي لكم وحضوركم بجميع المشاهدين. جزاه الله خير. وكذلك هنا أم نادرة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيت أدعي لكم بهذا اليوم الفضيل. الله يتقبل منا ومنكم يا كريم، اللهم اجعلنا ممن يأتون إليك بالدعاء فتأتي إليهم بالرحمة والاستجابة. اللهم قدرا يشبه كرمك وفضلك، اللهم لا تردنا خائبين ولا تعيدنا محرومين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ونورت الشاشة يا أبو محمد يا أبو عبد الرحمن، وكل عام وأنتم بخير جميعا. أدعي أختنا أروى أبو بكر من ليبيا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسر والدها وأن يرد والدها إليها وأن يسعدها ويمتعها برؤية والدها. آمين. وما فيه أغلى من الوالدين ولا فيه أحن من الوالدين، هم أصدق من يدعو وهم أصدق من يعطي وهم أصدق من يدل وهم أصدق من ينصح. بعض الناس يتصور إلى أن أصدقائه اللي ينادونه واللي يجلسون معه ولا أن هذولي خلاص هم، والله لا 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 تجد أصدق دعاء من الوالدين. يا سلام. ولا تجد أحن من الوالدين، ولن تجد أرحم من الوالدين، ولن تجد. فلذلك لا تلام هذه الأخت أروى في حثنا أو طلب دعائنا لفك أسر والدها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسر والدها وأسر كل أسر. قد يكون الإنسان مأسور على أو اللي هو مسجون على مبلغ مالي، قد يكون على خطأ، قد يكون على، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك الأسر للجميع وأن يعتق رقابنا ورقابكم من النار. هذا فسجن الدنيا قد يكون متعة، قد يكون عبادة وطاعة، لكن ما أكود من سجن القبر وسجن الآخرة. فهذه أما سجون الدنيا كم تبي تعيش فيها؟ إذا أنت مديون ولا سددت، أنت أخطأت في حق نفسك قبل تخطي في حق الآخرين. صحيح. أنت منعت الآخرين من سداد ديونهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كل ذو كرب على كل كرب كل ذو كربة، وأن يتجاوز عنا وعنكم أجمعين. آمين. يا الله أبو سليمان، السلام عليكم.